السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Basic Immunohematology، واتكلمنا في آخر المقطع اللي فات عن الأنتيبوديز وتقسيماتها المهمة بالنسبة لنا. طيب إحنا كده خدنا الأنتيجين والأنتيبودي، بيحصل بينهم رياكشن عبارة عن إيه؟ وإيه العوامل اللي بتأثر فيه؟ اولا الانتيجين انتي بودي بايندينج ده عباره عن كيميكال رياكشن، وفي النهايه بينتج عنه انتيجين انتي بودي كومبلكس، او بنقول عليه اميون كومبلكس. وكميه الانتيجين انتي بودي كومبلكس دي اللي بيتكون ده بيكون نتيجه لقوه الترابط اللي بيحصل بين الاثنين. ومن ضمن المصطلحات المهمة برضو اللي لازم نتكلم عليها حاجة اسمها الأفينيتي والأفيريتي. ايه الفرق بينهم؟ اولا الأفينيتي دي قوة الرابطة اللي بين الانتي بودي وبين ايبيتوب واحد على الانتيجين، انما الأفيريتي هي مجموع القوة اللي بيرتبط بيها الانتي بودي باكتر من ايبيتوب. طيب نوضح الكلام ده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ده كده انتي بودي، الانتي بودي ده ارتبط باي بي توب هنا. القوه بقى، قوه الترابط بين الانتي بودي ده وبين الاي بي توب ده، ده بنسميه افينيتي. انما هنا الانتي بودي ارتبط باي بي توب من هنا واي بي توب من هنا، مجموع القوتين دول ده اللي بنسميه الافيريتي. فلو افترضنا مثلا ان القوه بتاعه الترابط بين الانتي بودي والاي بي توب ده تساوي مثلا 1000، معنى كده ان الافينيتي بتاعه الانتي بودي ده تساوي 1000. طب لو حبينا نحسب الافيريتي هنقول 1000، 1000 زائد 1000 اللي هو مجموع القوة هنا دي ودي، يبقى الافيريتي هتساوي 2000. وبشكل عام الافينيتي والافيريتي دول هيفرقوا بين انتي بودي وانتي بودي تاني، وبين كلاس وكلاس تاني. تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للرياكشن الأساسي اللي احنا بنعمله في بنك الدم اللي هو الأجلوتينيشن، واللي بينتج عن التفاعل بين الأنتيجين والأنتي بودي، واللي ساعات بنعرفه ونقول عليه إنه كلامبنج للأنتيجينز، وبيكون مرئي وناتج عن التفاعل مع الانتي بودي بشكل سبيسيفيك. والاجلوتينيشن اللي باستخدام الار بي سيز ده بنسميه هيم اجلوتينيشن. معنى كده ده ليه اهميه كبيره جدا، عشان لو عايزين نحدد ايه الانتيجين او ايه الانتي بودي اللي هي طريقه ايه النون والانون. احنا عارفين الانتيجين يبقى هنحاول نعرف الانتي بودي، عارفين الانتي بودي يبقى هنحاول نعرف بيه الانتيجين، وهكذا. طب ايه مراحل الاجلوتينيشن وايه العوامل اللي بتاثر عليه؟ ده هنحاول نعرفه ان شاء الله في المقاطع اللي جايه. تمام لحد كده؟ طيب نقف عند النقطه دي النهارده، ودي تكون نهايه مقطعنا النهارده. الى ان نلتقي قريبا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.